من جديد مشاهدينا مع أولى فقراتنا لهذا اليوم اللي خصصناها للحديث عن صحتنا، وخصوصا بهذه الأيام، أيام الشوب اللي مرقت، يمكن زادت الحالات الصحية المتأثرة بالحر الشديد والتعرض أحيانا للبرودة، ويمكن الأشياء اللي ممكن كمان حتى تكون من السوق، ممكن تكون فاسدة، خصوصا أنه عم تتعرض لحرارة ويمكن ما تم تخزينها بالشكل الصحيح. لهيك اليوم رح نحكي أكثر بهذا الموضوع وتفاصيله مع الدكتور علي خليل، وهو اخصائي بالامراض الهضميه. بنقول لك يسعد صباحك واهلا وسهلا بحضرتك. صباح خيرات، هلا فيك. سعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك. يعني قد ايه في فعلا ربط بين الطقس هلا والحراره المرتفعه وبين انه الامراض الهضميه ممكن يعني نحن نشعر فيها وتصيبنا خلال هيدي الفتره؟ هلا صراحه الجو الحار عموما كبدايه هو من حاليا هو مشكله مهمه جدا عندنا، بخصوصي ببلدنا حاليا. الجو الحار رح يسبب لي كثير مشاكل. بدايه الحراره العاليه هي كخطوره، نحن عم نمشي بالشمس كل يوم، عم نروح ونجي، مواصلاتنا مو كثير سهله. هل الجو الحار هذا رح يساوي لنا ممكن انهاك حروري، احيانا رح يوصل لضربه شمس، التهابات الامعاء كمان ممكن يكون سببها هالانهاك الحروري او هالحراره العاليه. هي سوء تخزين المواد هدول كلهم، يعني بنعرف الكهرباء ما عم تجي، الاكل ما عم يتخزن مزبوط، رح نحكي اكثر بخصوصه لهذا. هدول القصص عمليا رح كثير تعمل لي جو مناسب، يعني الحر هذا هو جو مناسب لنمو الجراثيم، خصوصي بالحراره هي اللي عم تكون حاليا بحراره الجو. بشكل اساسي الجراثيم الموجوده بالاكل عمليا، الاطعمه عموما حتى المعلبه منها هي حاويه على الجراثيم بمجمل الاحوال. يعني عم نشوف مثلا بالفترات هي ناس عم يصير عندها حرارة هالفترة، يمكن أكيد لكم ما عارف شفتون، لأنه كانت الحالات فعلا كتير منتشرة. عم يكون عندنا حرارة، عم نشوف مرضى عم يشكوا من حرارة، من قلة حيل، هي حرارة بدون أعراض، فقط حرارة وهن يعني عم بتكون، هيدا سبب الطقس يمكن. تماما. هلا هون في عندي سببين هون. السبب الأول قد يكون إنهاك حروري، يعني شخص عم يروح ويجي بالشمس، عم يمشي كتير بالشمس، هالحرارة العالية هي خليني أقول لك قد تكون سبب للإنتانات. كيف الحرارة العالية هي رح تخلي الدوران الدموي بالجسم يتوجه أكثر للجلد، يعني يخف عن الأعضاء والأحشاء اللي موجودة عندنا ويتوجه بشكل أساسي للجلد. كمان رح في عندنا شيء بمخاطيط الأمعاء نسميه نفوذية، يعني هي قدرة الأمعاء على التحكم بالمواد الداخلة باتجاه الدم. فالحرارة العالية ونقص التروية اللي رح يصير نتيجة توجيه الدوران الدموي هذا رح يزيد هالنفوذية، هي رح يسمح للجراثيم الموجودة ربما سلفا عنا بالأمعاء، وان في عنا كم كبير من الجراثيم موجود بشكل طبيعي، أو إذا في جراثيم فيروسات أي شيء ملوث فيه الأكل عم يكون موجود رح يسمح لهم يوصلوا على الدم، رح يسمح لهم يعملوا لنا إشكاليات هضمية، رح يخليهم يساووا لنا التهاب أمعاء. بالإضافة لأنه الحرارة العالية كمان أو الإنهاك الحروري نفسه هو رح يعمل تسرع تنفس، رح يعمل ضيق نفس تماماً. هذه بنسميها الزلة التنفسية. رح يعمل قلة حيل، رح ينزل الضغط، ممكن يفوتنا بتجفاف بسبب التعرق الزايد، رح يعمل غثيان كمان، يعني لاعية النفس ممكن الواحد يفكر حاله. خلينا نقول المصطلح العامي الشخص انه بيقول وتاب، لا ما راح نخوض بتفاصيل هذا الموضوع، بس يعني الالم البطني، الغثيان، هبوط الضغط، الدوخه، التعب، هدول ايه هنن اعراض للانهاك الحروري، وقد تتشابه مع الامراض الهضميه منها التهاب الامعاء. يعني هون دكتور يمكن في اطعمه معينه خلال فتره الحر ما لازم ناكلها، ما لازم نتعرض لوجودها يعني على موائدنا؟
ايه هلا الجو الحار عموما مثل ما حكينا نحن اكلاتنا الاكل كله يعني قد ما نظفناه قد ما غسلناه رح يبقى حاوي على خلينا نقول احياء دقيقه او جراثيم فيروسات اي ممكن طفيليات احيانا هيدي لما منجمد الاكل نحن او بنحفظه بحراره درجه حراره منخفضه الحراره المنخفضه طبعا ما بتقتل الجراثيم ما بتقتل الفيروسات وانما بتوقف تضاعف او تكاثر هالجراثيم هي اللي بيصير فينا انه على هالجو هذا على الحر هذا على عدم تواجد امكانيه كافيه خلينا نقول او جيده للتبريد المناسب الجراثيم الموجوده لما انا عم جمد اكلي انا محافظ عليها بالجو هذا عم شيل الاكله هي عم تكون مجمده عم شيلها عم ترجع على حراره الغرفه لما عم ترجع على حراره الغرفه هذا عم يساعد كثير عم يخلق جو مناسب او حراره مناسبه خلينا نقول لتكاثر هي الجراثيم لا ممكن تشوفوا احيانا الواحد والله كلنا اكلنا من هاي الاكله شخص واحد مريض قد يكون هذا الشخص عم يسخن ويبرد الاكله كذا مره هون كان في نصيحه جدا مهمه اللي هي انه خلينا نعمل الاكل على قد وجبتنا تماما انه موضوع التبريد والتسخين موضوع الحراره العاليه هي ما راح يساعدنا ابدا بحفظ الاطعمه تمام هاي على مستوى البيت وعلى مستوى السوق على مستوى جو حرارته عالية سلفا جوا البيت عم يكون أبرد من برا عموما السوق المحلات حكما الحرارة فيها لما ما عندهم إمكانية للتكييف والتبريد الحرارة فيها عم تكون عالية كتير فكمان هذا رح يخلق بيئة كتير مناسبة لنمو الجراثيم صحيح هلأ ذكرت كتير من الأعراض دكتور اللي هي ممكن هيدا الطقس يسببها يعني وهي ممكن تكون مشابهة مثل ما قلت لبعض الأعراض الهضمية مثل التهاب الأمعاء مثلا كيف نحن بدنا نفرق يعني بين التهاب الأمعاء وأنا عندي فعلا مشكلة هضمية وبين أنه أنا متعرض لحرارة عالية وممكن هو عارض وبيزول بعد شوي طيب هلا بالبدايه بس خليني اوضح شغله بخصوص اليه الحراره بالمواضيع الحراره اللي بتصير نتيجه الجو الحار هون في عنا اليه بتختلف عن اليه التهاب الامعاء او اي انتان بيصير بالجسم برفع الحراره نحن بنشوف الاثنين انه حرارتهم عاليه اوكي بس الفكره مثلا بموضوع الجو الحار ما هذا بيعتمد على بينظموا الجسم للحراره هيدي بتوازن بين الحمل الحراري بنسميه والتشتت الحراري الحمل الحراري اللي هو الحراره اللي بتصير نتيجه عمليات الاستقلاب عندنا بالجسم ونتيجه الجو الحراره اللي بنمتصها بالجو بالنسبه لموضوع التشتت الحراري اللي راح يخفض فيه الجسم الحراره بيعتمد على آلية رئيسية بشكل اساسي اللي هي التبخير بيخلص منها الجسم من الحرارة ولكن هي الآلية على رطوبة أكثر من 75% بتصير معنا فعالة بشكل كافي فعلى ممارسة الجهد كمان زيادة هذا رح يولد حرارة زيادة لأنه في عنا جهد عم ينبذل في طاقة عم تنصرف رح يكون في إلى نتيجة اللي هي الحرارة هدول عموما كلهم رح يرفعوا الحرارة بينما بالإنتانات في أي حدثية التهابية أو إنتانية رح تفعل شيء بالجسم اسمه سيتوكينات هيدي بترفع الحرارة هيدي مسؤول عن تنظيم منطقة من الدماغ فنشوف حالات الانهاك الحراري أو ضربة الشمس الأدوية غير فعالة سواء باراسيتامول أو غيرها أو غيراتها الأدوية ما أنا فعالة لأنه أنا ما عندي مشكلة أساساً بتنظيم الحرارة بمنطقة الوطاء بالدماغ ولكن مشكلتي هي فعلاً مشكلة فيزيائية بحت فهون نلجأ لتخفيض الحرارة بوسائل فيزيائية دوش بارد مثلاً شرب مي تماماً المي الباردة الكمادات التكييف عموماً التيارات الباردة يعني أو التماس المباشر مع شيء بارد خلصنا من الحرارة بينما بالإنتانات عادة منشوف شيء منسميه عروقات اللي هي بالعامية البردية اللي هي البردية المريض رح يشكي من بردية عم نقيس حرارته عم تكون حرارته عالية
الغثيان موجود بكلتا الحالتين، بين الانهاك الحروري او الشكايه الناجمه عن ارتفاع حراره الجو، وبين موضوع التهاب الامعاء. الاقياءات قد تكون موجوده. الاسهالات هلا بالتهاب الامعاء عاده بتكون موجوده من البدايه، الاسهالات هي بالانهاك الحروري قد تستمر الاعراض يوم او اثنين، بعدين نشوف المريض صار عنده اسهال. تمام، هون لاحقا بيصير يعني هذا تفريق بشكل مبدئي بشكل اساسي. هيدي الفكره هون دكتور، يعني الواحد بينطر على حاله يومين لحتى يعرف شو ممكن تتطور الاعراض، لوين ممكن توصل بهيدي الفتره، يعني ممكن هو ياخذ شيء وقائي انه ما يوصل لمرحله الاقياءات والاسهالات، ممكن لسه تسبب تجفاف اكثر للجسم اكثر ما هو لسه. ايه حكما هلا الشيء اللي فيه يساويه المريض هو موضوع تعويض السوائل، تعويض المي. هلا في قاعده عامه لتعويض السوائل اللي هي كل كيلو من جسمنا بيلزمه حوالي 35 مللتر مي كل كيلو. هي كحاجه يوميه بينضاف عليها في حال شخص عنده جهد فيزيائي، شخص عم يمارس طبعا هذا الجهد الفيزيائي سواء تمرين رياضي او اي عمل عم يقوم فيه هذا الشخص. هون على كل 30 دقيقة من هالأعمال الفيزيائية هيدي مفروض نزيد حوالي 350 ملي لتر مي. تمام، فبشكل رئيسي تعويض السوائل هو شيء كتير هام، سواء أنا عندي إسهالات أو ما عندي إسهالات، سواء ضربة شمس، انهاك حروري أو التهاب أمعاء، يعني بالمحصلة الحرارة العالية عم تخسرني سوائل أنا، فكتير ضروري نعوض هاي السوائل مشان ما نفوت بمشاكل أو اختلاطات، خلينا نقول من القصور الكلوي، من مشاكل الأزية الكبدية. موضوع التجفاف هي مواضيع سيئة جدا بصراحة، فالخطوة الأولى بشكل رئيسي هي تعويض السوائل عمليا، والاستشارة الطبية طبعا ما ضروري ننطر يومين، خلينا نعرف هاي الحرارة ليش، يعني ما نطرة يومين هي ما شيء جيد. يعني قد يكون إنتان أوكي بيلزموا أدوية تخفض الحرارة، قد يكون موضوع إنهاك حروري أو تعب أو حرارة جسم عالية بسبب حرارة الجو. هلا بالحالة الثانية، بحالة الحرارة بسبب الجو أو الإنهاك الحروري، هون الأدوية ما رح تخدمنا، هون الأدوية قد تسيء للحالة. يعني سواء الباراسيتامول أو الديكلوفيناك، يعني الأدوية الشائعة المستخدمة لنزل الحرارة، هدول قد تسيء للحالة باعتبار أنه مثل ما حكينا قبل شوي نحن في عنا نقص تروي أساسا صار بالسبيل الهضمي، وتحول الدوران للجلد بشكل رئيسي، للأوعية الدموية بالجلد. هذا ممكن يرفع لي خمائر الكبد، يعمل أزية كبدية، بالتالي الأدوية هي أغلب الأدوية اللي بنستخدمها هي استقلابها كبدي، وممكن نتعرض لخطورة انسمام دوائي من دواء نحن ما لنا أساسا مستفيدين منه بهالحالة هي. فالضروري جدا هو تعويض السوائل بالبداية، ورقم اثنين الاستشارة الطبية بأسرع ما يمكن. طبعا هون ذكرت نقاط كتير مهمة دكتور، يعني وخصوصا هي التدخل المباشر لحل المشكلتين، يعني المشكلة الأولى هي مشكلة صعبة، والمشكلة الثانية يمكن هي مشكلة خطيرة تهدد الحياة في حال تعرض لضربة الشمس، وما عرفنا نحن نتدخل بشكل يمكن مناسب أو سريع. صحيح، ضربة الشمس هي من الحالات التي قد تكون قاتلة صراحة بسبب اختلاطاتها. يعني هلا الهيت ستروك او ضربة الشمس عموما بناخذ لها تعريف انه هي حرارة اكثر من 40 درجة، حرارة جسم مركزية اكثر من 40 درجة. هي الحرارة هي مؤذية لكل اعضاء الجسم، هي معنى الحرارة الطبيعية اللي بيشتغل فيها الجسم، فأي تدبيرها جدا مهم عشان ما نفوت بمشاكل لا أزية كبدية، لا قصور كبدي حاد، ما نفوت بقصور كلوي حاد، التجفاف رح يفاقم من هالمشاكل هي. وعلى الحرارة هي أساسا نحن عم نخسر سوائل، وما عم نقدر ننزل الحرارة بسبب انه الرطوبة خصوصي بمنطقتنا هون نحن بالساحل رطوبة عالية جدا عم تتجاوز ال 75% اللي هو الحد اللي ما بيخلي جسمنا يخلص من الحرارة بشكل مناسب، خلينا نقول. فأي ضروري التداخل بشكل مباشر عليها هي.
كثير مهم نحكي بموضوع الغذاء وخاصة موضوع التسمم الغذائي اللي كنا هلا نوهنا عليه شوي ببعض الأكلات اللي ممكن هي تسبب تلبك بالمعدة، كونها ممكن تكون ثقيلة أو أكلات هي تكون تخزينها سيء. فنحكي أكثر موضوع التسمم الغذائي في حال صار في عنا أعراض معينة لهذا الموضوع، نحكي عن الأعراض ونحكي كيفية التدخل السريع الإسعافي بهذا الموضوع كمان. طيب هلأ بالبداية مثل ما حكينا عن موضوع التسمم الغذائي، هو ليس بالضرورة أنه والله أنا مو نظيف أو أنا شخص ما عم حافظ على نظافة مطبخي أو أكلي، لا، هو عموما الأكل يعني شو ما كان يكون حاوي على جراثيم، حاوي على فيروسات أحيانا، هذا شيء كتير طبيعي. حتى الأكل المعلب كمان يعني كمان في حاوي هو على جراثيم، حاوي على فيروسات. التخزين هون مثل ما حكينا موضوع التبريد جدا ضروري، ولكن لما أكل بدنا نجمده نرجع نسخنه، نرجع نجمده مرة تانية، نحن عم نعطيه مجال، عم نطالعه من التبريد، عم نعطي مجال للجراثيم الموجودة بهالأكل هاد أنها تنمى. تمام؟ ومثل ما حكينا من شوية، التبريد عموما عم يوقف نمو هالجراثيم، عم يبطئ كتير من نموها، وعلى الطبخ لاحقا عم تموت هاي الجراثيم. فكتير ضروري إما نحن يكون عندنا آلية لتبريد الأكل هذا، حفظ الأكل هذا مبرد، سواء بالبيت أو بمحلات الوجبات السريعة الأكل الجاهز يعني، أو أنه نحن نعمل أكلاتنا على قدنا، هو الخيار الأفضل صراحة، لأنه خيار التبريد شوي صعب، ما أنه وارد أو متاح للكل بهالظروف هي. فنساوي أكلاتنا على قدنا هو الخيار الأفضل. ممكن هون كمان نخفف من الشيء اللي فيه أكلات حارة، المقالي، زيت القلي، كمان هو بيعمل تلبكات معوية خلال هيدا الشوب، يعني بياكل بيقولوا إنه إذا أكلنا شيء فيه قلي وطلعنا بالشمس كمان راحت علينا. حكمة هي ما راح تعمل لك التهاب أمعاء، راح تكون مزعجة. راح تكون مزعجة عملياً. البهارات كمان دكتور بهيدي الفترة كمان كمان تعمل تلبك بالمعدة. البهارات، الأكلات الحادة، البقوليات، هدول القصص كلهم يعني، حتى لو الواحد عم ياكل أكلات خفيفة بس الكمية عم تكون كبيرة، فنفس الشيء هدول كلهم مزعجين، ولكن ما لهم مصدر إنتان هدول، أو ما لهم مسبب لالتهاب أمعاء أو تسمم غذائي. مفهوم التسمم الغذائي شيء تاني، هو أكل ملوث عم يساوي لي التهاب أمعاء. طبعا هذا قد يكون بسبب الأكل نفسه، جاي التلوث بسبب الأكل نفسه، أو بسبب المي اللي عم نغسل فيها، أو بسبب إيدينا ما عم نكون مغسلين لما عم نستخدم. يعني ممكن السكين أنا تنقل لي جراثيم من أكلي لأكلي، السكين اللي عم نستخدمها نفسها، ماني منظف إيدي، أي أداة عم نستخدمها ممكن تنقل لي جراثيم. فموضوع الحفظ، حفظ لأنه نخلص من الجراثيم الموجودة بالأكل صعب، ما فينا يعني، رح تبقى موجودة هي، ولكن هون يعني احنا بنشتغل على موضوع أنه نحن تماما يعني نعمل وجبتنا على قدنا، بحيث ما تضل موجودة بحرارة عالية لفترة طويلة إذا ما عندنا إمكانية للتبريد، بحيث ما حتى لو عندنا إمكانية للتبريد ما نبرد ونسخن أكثر من مرة. أنا بالمحصلة هذول رح يساووا لي التهاب أمعاء، رح يعملوا لي مشاكل هضمية. الأكلات اللي ممكن نحن تكون مفيدة جدا للصحة توقينا من هيدا القصص اللي ممكن نحن نتعرض لها، شو لازم يساوي الشخص؟ مثل ما ذكرت شرب المي هو شيء ضروري، ولكن ما بيغني يمكن عن الأشياء اللي ممكن كمان تعوض سوائل تانية مثل الفواكه والقصص. إيه طبعا طبعا، تعويض السوائل ما المقصود فيه الماء فقط، هو أي شيء حاوي على بتركيبه على ماء. أغلب الفواكه، البطيخ، الجبس، هدول الأكلات، العصائر، أي شيء فيه سوائل هو فيه مي هو شيء كويس. طبعا حتى المياه الغازية يعني إذا فعلا نحن بحاجة نعوض سوائل، ممكن في مرضى أنه والله مو بنفسي أشرب مي أو ما فيني أكل فواكه،
بس بالمقابل فيهم يشربوا مياه غازيه. اوكي بنعطيهم اياها، المهم في مي عم توصل. فموضوع السواق لا يقتصر على الماء الحر فقط، هو اي شيء حاوي على حتى بيقولوا اكلات اللبن البارده ممكن كمان يعني تخفف من خلينا نقول وطئه الحراره اللي ممكن تكون موجوده. والله ليكي اذا في الام بطنيه، في اضطرابات معويه، فالحليب ومشتقاته بروتينات عموما ما انا اكلي مفضله. الدسم ما انا اكلي مفضله. لبن اذا كان بارد واحد حرارته عالية أوكي. ما في مشكلة. أكيد بيمشي الحال. هي شوية اهتمام يمكن وانتباه أكثر يعني نقدر نحن نوقي حالنا خلال هذه الفترة. ما شاء الله تعدي على خير يعني. الكل أكيد عم بيحس بحرارة الطقس، وفي أعراض كثيرة ذكرتها دكتور يعني معظم الناس عم بيحسوا فيها نتيجة ارتفاع الحرارة، ولكن إن شاء الله ما تؤدي لأمراض هضمية مثل ما كنا عم نحكي. شكرا كثير لإلك للنصائح اللي قدمتها. إن شاء الله كل اللي تابعونا يكونوا استفادوا خلال هذه الفترة كيف يقدروا يوقوا حالهم بشكل سليم وصحي، والصحة للجميع بالآخر أكيد. إن شاء الله. شكرا شاء لحضرتك الدكتور علي بركات طبيب هضمية. يعطيكم العافية. شكرا لكم. أهلا وسهلا دكتور، نورت صباحنا.